يعني انا اخد فلوس من دي؟ دي كلها اهو. بس كده الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. بس خلاص خديها حطيها بقى ليك. خدي يا حاجه، انت خايفه ليه؟ انا مش خايفه، انا يعني هي حلال كده. ايوه يا حاجه، يعني حرام ليه؟ طيب يا حاجه، عشان انا ما شقتش بيها. ياه والله العظيم ستة طيبة، والله العظيم. قال كده الست مستغربة، قبل ما تاخد الفلوس بتقول له هي حلال كده؟ بيقول لها ليه بتسألي؟ تقول له عشان ما شقتش فيها. لا المذيع مصدق ولا الست الغلبانة مصدقة. يا عم المذيع صدق، لسه في ناس غلابة، لسه في ناس بسيطة عايشة معانا وعايشين معاهم وبيقولوا حلال وحرام. لسه في ناس بتقول ما خدش جنيه ما كنتش تعبت بيه، ما كنتش شقيت بيه. طيب يا ست الكل، يا بنت الحلال، لسه فيه ناس بتعمل خير. الست مش مصدقة لانها شايفة في الغالب الاعم الا من رحم ربي، اللي بيقول ايه؟ اللي محدش بيدي فلوس الا بمقابل، الا اذا كان وراها حاجة. مش مصدقة نفسها، بتقول له الفلوس دي حلال؟ يعني انا اخدها؟ يعني انا اخدها؟ ست مخضوضة. لا صدقي، وان كنت بعتب يعني بعترض على المشاهد اللي بيتم يعني اعطاء ناس صدقات في الشارع وتصويرهم، الى ان المشاهد دي بتبين لنا ان فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الخير في وفي امتي الى يوم الدين. بس دوروا على الناس دي هتلاقوهم، الناس دي موجود منها نماذج كتير بس مش ظاهره، مش ظاهر على السطح الا الحاجات اللي هي النفايات، للاسف النفايات اللي ظاهره على السطح. لا فعلا في ناس لسه بتقول حلال وحرام، لسه في ناس بتقول انا ما اخدش حاجه ما تعبتش ولا شقيت بيها. مفارقه غريبه. نفس اللحظه ونفس الايام اللي بنتكلم فيها على الموضوع ده، طيار في نزاع مع فنان اتحكم له ب 25 ولا 26 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا، قضية الطيار والفنان، ويبلغ بالخبر في العناية المركزة ويتوفى منذ ساعات. إذا ما حدش بياخد منها حاجة. خدت ملايين، معاك ملايين، والراجل اللي معاه الملايين واللي معاه المليارات مش واخد منها حاجة. خد الملايين وال 25 ولا الخمسة ولا الستة اللي اتحكم بيهم، وتوكل على الله، الله يرحمه ويعني يحسن ختامنا وختام الجميع ويدخله فسيح جناته. والأسارة من الفيديو ده، واحنا في رمضان قلنا ندردش مع بعض شوية ونعلق على الفيديو المتداول اللي هو الخاص بالست اللي رفضت او يعني بدأت تسأل وتتحرى على مصدر الفلوس اللي بيديها لها المذيع. وفي نفس الوقت بنتكلمنا على وفاة الطيار اللي حكمت له المحكمة الاقتصادية بحكم نهائي بخمسة او ستة مليون جنيه وتوفاه الله. كل اجل كتاب ومحدش واخد منها حاجة. كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسلامة، وياريت فضلا وليس امرا اللي لسه ما اشتركش في القناة يدعمنا معنويا ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يجيله كل جديد ومفيد. ودمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.